وسهلا. أهلا وسهلا، وهالكتاب اسمه The Book of Sufi Healing. يلي بحب يعرف، عرف لمن عرف، مش هوني. اللي بتحب تعرف إنه كل ما عرفت كل ما عرفت كل ما بدك تعرف أكثر، وما أوتيت من العلم إلا قليل، بس على القليل صرت تعرف إنك ما بتعرف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هون هالآيات ولا الضالين، شو هن السبع آيات؟ هيدا السر يلي محطوطة in the name of God. بسم الله الرحمن الرحيم، بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم بهالأحرف موجود كل أسماء العالم العربي. أنا اسمي مريم، أنت اسمك هشام، هيدا اسمه عدنان، هيدا اسمه إلي، كلهم بتشوفوا بسم الله الرحمن الرحيم هالأحرف موجودة فينا كلنا. وشو هو طاقة هالحرف؟ كل حرف وإله ريبلز، هيك موجات، تشلح حجرة حتى سابع جار. كل حرف من أي أحرف بتشوفها باللغة العربية، أسماء الله الحسنى فرجيكم ياهون، كل حرف إله موجة وإله طاقة غريبة كتير، هاي الأبجدية وقوتها، وفيكن تشيلوا أي سحر أي شعوذة. لحي تعاويذ The Merciful Prescription بالقرآن 17:82، كل آية في القرآن الكريم إلها سر. كل حرف ألف ب ت ت ج ح خ د ز ر ز كلها، شو هن الريبلز تبعهم؟ هي 500، هيدي واحد، هاي اثنين، 66، الله 66، بسم الله الرحمن الرحيم. من هون بتصير تعريف هيدا بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا بنعرف انه كلمة الله هو 31 35 66 بالإسلام بالمسيحية. بتصير تشوف انت كل هيدي بهمني تركزوا هلا هون، في سحر وشعوذة يا اخوتي. نعم، نصف بالقبور ميتوا الفا اوميجا، حكي عنها كل الاولياء كل الانبياء كلهم. في وحدة اسمها أني بوزون ثيوسوفيست موفمنت، حطوا أني بوزون وشوفوها. أني بوزون كانت تعرف ابنك بأمريكا وأنت ببيروت قاعد هون باستوديو، بتقول لك ابنك معه هيك 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 وهيك، بده يصير له هيك، يعمل حادث وهيك، عمل هيك وكان امبارح. ثيوسوفيست موفمنت اجى جي كريشنامورتي وقال له ستوب ات، هي السر بيو لازم يعرفه مش انت، حاجة تنجمه هالتنجيم هيدا تزبط معه 99%. بس الثيوسوفيست مومن هلا رح يبلشوا يعلموا بمدارس امريكا اوروبا وان شاء الله بالامه العربيه، على ايام جربوها بعدين طموها. ما بدنا تاريخ وجغرافيا، بدنا نحط علم التنجيم والدين، كل واحد لحاله انت بتصير تعرف حالك. كان ميتشو انا اقعد اكتب منام بالليل ينقي الطشين مثلي بالنهار يجعد اكتب، بس يمشي حدا من المشي قبل ما نشوف اللي اكتبه اكتبه. بس اجت جاكلين كندي ويعني جوزها رئيس جمهوريه قال لها اشياء، كيف عرف؟ عندها باصبعها في هون، في ناس العظمه نافره عندهم، هي هيك وصوفيا لورين. صوفيا لورين بس قال لها فاتت على بيتها ما طلعت، جاكلين كندي قالت له كيف عرفت؟ من دعستها ومن مشيتها ومن هيك. وقبل ما ماتت بعشرة ايام انا حكيتها، تلفنوا للبيت اللي انا عنده، قلت لها انا كنت مع ميتشو وقت اللي قال ليك هيك بموت جوزك وهيك ابنك وهيك بصير في واحد بيسلم عليك وبتتجوزي يوناني يعني كل القصه. قلت لها انا هون بهالبيت معهم، اذا بس بتقولي لا اله الا الله ولي من قلبك، هي هالاربع زوايا بتفتح فيكي بتوصلك الى الاسرار الالهيه. هيدي كلمه قلت لها بكل اللغات بس بالعربي اقوى كثير، وانا كتبت لك اياها وقت اللي جيتي. قالت لي موريس حدي ومعك حق، بس اتس تو ليت. ما تحطوا اتس تو ليت، هيدا عذر قبيح. في واحد الي امل فيه بعثت له كتاب يقرا وهيك وهيك، وهو مستعد يكون شي رجل دين مهم كاثوليكي روم ما بعرف شو بس مسيحي.
قال لي قريت الكتاب فهمته. قلت له dead excuse، عملت له delete. قال فهم الكتاب. ما فيك تفهم أي آية بتحسها بتعيشها بتختبرها بتشارك فيها. شو بدك بعد أقرأ؟ أنا هيك بدي أكون، قولي لي شو بقرأ. بشكر مرة كنت بالمطار عم بستقبل وحدة من أصحابي، قلت لها أنا بسلاقيك على المطار. قالت لي أنت بدك تجي؟ قلت لها أنا بجي، أنت بتعرفيني أنا ماني شايفتك بس بحب شوفك. إجيت وكان في حدي رجل دين مسيحي لابس خورة، وجيت وحدة هيك وغمرة وبيس، قال لي كل اللي بتقوليه معك حقيقة. قلت له شلي حتى بفوت بالقلب، شو بدك يعني؟ ليش من تحت الطاولة يعني؟ لا رهبنة في إسلام الله، ليش تحت المخفى هيك وهيك؟ لو ما أمي وبي ما خلقت. بس لازم يكون في علاقة روحية منا جسدية، وحاطت هالعلم كله معين الدين هون بالحرف باللغة بهالبلاغة. وتتذكروا يلي جاي لعند الطبيب قال له شو بيك مستعجل؟ قال له بدي رح شوف مرتي. قال له مرتك خرفانة والزهايمر وما بتعرفك، كل يوم بتروح لعندها بتاكل انت وياها. قال له أنا بعرفها، هي ما بتعرفني بس أنا بعرفها يا حبيب قلبي. هيدا الزواج. وقت اللي بيبلش ما بقى أول شهر بنحبها بنكتب لها يا حبيبة قلبي ودارلينج، بعدين آخر شيء هتلر. كل يوم بده ياكل فلافل يعني. انتبه، هيدي رموز كيف أنت بتعيشها، ما نكذب. قالوا له شو الفرق يا محمد؟ قال لهم أنا صادق. قال لي شو الفرق؟ قال لهم ما بكذب. إن إحنا كذب مرح الرجال وعيب على اللي بيصدق. ما لنا صادقين. هلا الكذب ملح الرجال والنسوان وكيف بدكم اياه؟ اذا ما كذبنا ما فينا نعيش. افتح باب الكذب وعبي الجيب واصرفن على الجنوب، لا على الجيب، اكلن على البطن وتحت البطن على الجيوب. كتاب معين الدين امر اوباما انهم يقتلوه ميت من 1200 سنه يعني، بس الحقيقة ما بتموت، إلا جوانح وهي بتطير لعند أصحابها. كلكم فيكم تكتبوا هالتعويذات وبتشيلوا السحر، ولكن لكل داء دواء، وما فيك هيدي تكتبها لكل الناس. مثل المدربين على أي قط تي في، مدري أي تي في، بصير يقول لها هيك. قالت له أنا ماني مجوزة وما عندي أولاد يعني. قعدت تقول لي كله هيدا سحر وشعوذة، وهيدي عبد اللطيف لطيف مدري. وأنت رجا ورولان وهودي كلكم يعني بدكم تدفعوا الثمن. الإنسان هو بيحس فيها، وأنت بتقرأ طاقة الأعداد والأرقام والأحرف وبتكتبهم لولدك وبتحطهم تحت المخدة. ليش بس تحطي بصلة تحت المخدة؟ بينام. ليش بس تاكلي تمرة الصحابة النوى من تم لتم؟ شو بتشبه باب النطق وباب الخلق. ليش التمرة إذا فيها هيدي الشعرة يلي بالتمرة الرقيقة؟ أنا بجمعه بخدن للمريض، لأنه هاي طبقات من المعرفة، طبقات من الشفاء. أمكم الأرض وعمتكم النخلة. نحن بدوما كل بيت كان فيه إفة، منقول بي يجيبن من عمشيت، يلي ما في يدفع يلموا من بعضهم ويحطوا بكل بيت قفة، ونروح على المدرسة يحطوا لنا بجيبتنا ثلاثة أو أربع حبات. رجعوا جيبوا البذرة، فهمتوا؟ نرجع البذرة. أمي الدقة بي أرمن اثنين كانوا حطوا هالعلم، وأول مرة طلع هنري فرعون عدوما وكان معه موظفين يعني يخدموا سود أسود، دغري دقوا الجرس ركض بيي. قالوا له يا حكيم هيدا شيطان. قال له هيدا إنسان، هيدا من أفريقيا. مشان هيك إذا مرتك طلعت مع واحد أسود ما بترجع، لأنه بضاي ما بتعود بدايك. هني بيطبلوا بدقوا زمر، ما فيني إلكم بيبقوا قاعدين على البيت الأبيض، كلنا منروح على أي تنكي على أي عندهم رقص وغنى. مشان هيك كان بده بوش ياخذ افريقيا يوقعها
بتقع شرق غرب، ما فيك. الجذور منا بالأرض، الجذور لحية فيك. مرة بالأشرفية بدهم يعملوا بناية، وراح بي أرمن كلهم هوني ما تعمروا هون، بتوقع البناية. سكوت يا منويل، هلا بتفهم بالسنين انتو شاطر، بس ما تفهم بالأرض. عمروا بناية الأرمن ركلوا لعند بي يا منويل تعال. اختفت البناية، ما حدا مات، نزلت بالأرض وطلعت البسينة وطلع الكلب وطلع. قال لهم تاني مرة بتعمروا بناية ما بتحطوا الحيوانات، البسينة برا والكلب برا، البسينة بتفوت وبتطلع، هاي طاقة لها بتفوت وبتطلع بتعرف، وهي طاقة للشمس، بس الكلب بيعوي برا، والكلب بيعرف جاي هيدا صاحبك المبارح كذاب المنافق، جاي حماتك، جاي هيدا الرجال اللي بتحبه، جاي هيدي المرة الحلوة اللي انت بتحبها. عنده لغة الجنين، عنده الطبيعة. وجه الحبيب وما ساوم، لا إله إلا الله، بالمسيحية وفي البدء كانت الكلمة والكلمة الله. أنا سألته أبونا شو في قبل الكلمة؟ لازم تكوني كاثوليك، أنت لازم تكوني أرثوذكس. أنت هلأ ما بحدا يصدق هالجيل أبدا، المدارس كلها هلأ عم بتعلم هالعلوم برا، ما بدنا تاريخ وجغرافيا. أنت فيك تحطهم وفيك تعملون الناين ستار كي اللغة الإنجليزية عند ميت شوكوشي، وبعدين السلام عليكم 11 حرف، باب ومدينة، كل هالعلوم، سليمان، الوام، الوان، كلها كلها، يا بدوح، يا روح، جلوسا، كلهم، all the physical diseases، كل الأمراض الجسدية بتشيلها بها. مين بيعرف يعملها؟ الأم، مش البي. الأم بتستقبل، حطوا كلمة امرأة، ميرور، مرآت. كلمة وومن، ووم رحم، مان هي رجل وعندها رحم، هي بتستلم النطفة، فيها كل الأسرار، ما في نطفة مثل التانية وما بيجي غيرها مثلها، ما في إمضة، ما في بصمة. هالكتاب ببيوتنا كلنا لازم يكون. وبعدين هون بالأول أنا ما بفهم كتير، أنتوا أفهم، بيقول لك شو المرض؟ أي زهرة، أي عشبة بتجيب، أي هيك، أي هيك، حطها وغليها واشربها بها، أي بتعمل هيك، كل الأعشاب بيفرجيك ليش بتصلي هيك، ليش بتعمل دايتك هيك، ليش لبسيني بتعمل هيك، وليش ما بقطع صوم تصوم وما بقطع صلاة تصلي، من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، كل عمل عبادة مش إبادة. صلاة ليش بتوقف هيك؟ ليش سجود؟ ليش آدم؟ ما فيني خبركم كتاب حرام يعني ما تقروه وتشوفوا كيف بتركب كل الأعشاب. ما تروح عند العشابين، ما تروح على مطعم أبداً أورجانيك ومورجانيك، كل شيء لوا. خبرتكم أنا حتى الكوارة كنت جيب من عنده، خلص. إنما الأعمال وبالنيات ولكل امرئ ما نوى، خلصنا. عندك مي وملح حتى لو الملح مضروب، حط نيتك، صلي بإيدك على وجهك، يا عدرا يا يسوع يا الباربي يا شو ما بدك، مثل ما قال أنطون سعادي. قالت له، قال له أنا بحب البقرة. قال له حب البقرة بس ما تخليها تلبطني، وأنت حبي اللعبة، شوفي الله بالباربي، شوفي الله بها، شوفي هالوجود، هالسجود، هالسر بكل شيء. أينما توليته شفته اللي فات على المسجد ولا واحد، قال له إيش رأيك اتجاه القبلة؟ قال له أنا أعمى ما بشوف، بس نشوف وين ما في الله وحط اللي اجريه. نعم بدها ترجع. هلا اللي عم بيصير بالامه العربيه ما بتضاين، رح يرجع النور ولو على يد كافر، كافر يعني كفره غطى، بسوره الكهف. شو هالسر وهالحوار بين سيدنا الخضر وسيدنا موسى، يا حبيبي انا. أي كتاب محطوط عليه مريم نور أو بي سبيس صدق. شوفوا وين في جوعان خد أكل، ما فيني إلكم، في ثلاث رجال حدي حد بيتي وأكبر مني وكيف عم بيمشوا. قلت له أنا وياك هلأ منتسير وهيك، وشو فيني ساعدك وتساعدني؟ قال لي اللي خلفتهم تركوني، ثلاثتهم عندهم أولاد وما حدا بيطلع عليهم. شوفوا أنا كان عمري بالعشرينات،
شفته مسيح وبدي روح مسك ايد بنتي لعصور لقيت حالي بصور موسى الصدر. فتحت الباب مشيت ما بعرف لوين بدي روح، معي 15 ليرة وفت على أغنى الأغنياء وحكام العالم وبعدهم أكتريتهم تحت سرميتي وسرميتكم. قال لي معك حق معك حق معك حق، اللي بدك اياه بنعمل بس بدنا نقتل العرب. أبدا، كل واحد حامل سلاح ما بدي يكون معه خلص. السلام عليكم مش السلاح عليكم. كل واحد عم بيقتل الناس بالأكل بالتياب بكل شيء. فلات لاينر حضروا فيلم اسمه بيردي. بيردي ما حكي، صار عمره 16 حكي، رجع سكت. قالوا ليه ما بتحكي؟ قال لهم فور هوم، لمين بدي احكي؟ وانا هيك كتبه بقول لمين؟ بيقولوا الحرقين، ما حدا بيستاهله. الا ما يكون في حدا. انا بكتب برجع بقرا، يا اختي ما انا عم بكتب ما بقرا، بعدين بقرا بسكر بقول عمي كيف ما فيني لكم، ما فيني ما فيني. من الذي بشر بولادة الطفل يسوع؟ من الذي سخر الغيمة التي رافقت الحبيبة والولد اليتيم؟ ما هي الأسرار بين الله وأصحاب الأسرار؟ حتى وهم صغار راجع سورة الأنبياء والحكماء بالتكرار بتعلم الشطار الكبار والصغار. كرر كرر هولي قلتيهم نعرفهم. قطعي نفس، ما هلا قبل شوية تنفست. بين كل نفس ونفس في نفس جديدة. ما فيك تحط إصبعك مرتين بالمي، النهر ينهر. وفر مي لو كنت على النهر. إذا بإيدك شتل الزراعة قبل ما تموت. اليوم عم نعمل محمية للشجر وللغابات ولعمل محمية لهالعلماء يعني. أنا بقول لهم تعوا على لبنان بس صارت سياحات جنسية وبني جهل و... أنا ضعيف كتير بلا جماعة. لو كنا اثنين اثنين بكفة وعكتفة اللي حامل التابوت. دايما أفكر وين رايح تموت؟ أنتم السابقون ونحن اللاحقون. يا ما في أحياء بالقبور وأموات بالقصور والعكس تمام. كتار منكم يلي حاكمين فرضتي حالك علينا بيك الملك وبيك الملك وبيك. ومين اللي عرفني على تحسين خياط؟ بنت الملك اجت لعندي وقالت لي راح تعمل لها زياره لبشرى خياط اخته لتحسين. ما فيني انسى هالاكل اللي اكلته عند بشرى، ما فيني انساكي. ولك لبن لبني ما في، اكل نباتي، شو هالاكل؟ نحن عندنا نفس نطبخ بلا كتاب. لوك اند كوك اند ترو ذا بوك. وكان تحسين قاعد طبعا بنت الملك، قال لي قلت له انا بيي ملك ولا بيي امير؟ انت عندك تلفزيون؟ قالوا لي. قال لي التلفزيون إليك. وهيك جيت على النيو تي في، بعدين طلعت على الجزيره وما حدا اعطاني الحريه مثل هون يعني. مره شفت وحده على الطريق قلت لها التقيت انا وياك ببريطانيا مع الليدي ديانا وهيك، شو قاعده تعملي هون؟ قالت لي بيي قالت ارجع، نحن عرب ومسلمين لازم نرجع لهون. قلت لها تعي انا عندي تلفزيون ساعه ونص على الهواء كل يوم، حطيت لك اياها بتحكي. كان خليل ابو الشوارب هو المدير العام بعد وراي، قال لي عملتي دعايه اليوم. قلت له شو يعني دعايه؟ طلع فيه لقاني بهله. كنت بدي اعيش بالنيو تي في، صورت هيك مطرح اوضه انا نام، ما اعرف انه بدي اقبض او عندي معاش. دو وات يو لاف ماني والفولو يعني اغنى الاغنياء معي يعني. ما بدي شيء. ما كنت فكر انه رايح اشتغل. فاذا مين عنده الحرية؟ أهلا وسهلا فيكم. هلأ ما بقى لي سقى إلا ببيت مر ويم ونور بس. تبعتوا لي إيميل، من الإيميل بعرف، من الصوت، من مشيتك هيك ولا هيك ولا هيك. أنت بتقص المية كعب العيلة بتطرطق بالكعب، مو قاعد هي بالمكب ضبي شعرك بضب عقلك بون فام. بس مين بده الحقيقة؟ الفطرة خطرة يا أخوتي، حدا بده اياها. كتاب معين الدين الشستي هو كتاب لكل انسان بحب القلب. خلي يكون عذابك من القلب بس الحب يعذب اكثر. وبالالام تلي دين، وعلمني من علمني
أيها الحق لم تترك لي صديق، يا حبيب قلبي هالكلمة محفورة بقلبي. وكلمة تانية قال المسيح، دعوا الأموات يدفنون بعضنا البعض. بيبقوا رايحين على الدفن وهيدا عم بيحكي هيك وهيدا عم بيحكي عنه هيك، الله ما بيجي لعندهم كلهم بيعزوك. وليد جنبلاط بمون عليك، ترك كل هالسياسة، انتو تيمور وانت سليمان فرنجية، جدك قتل بالكنيسة، بيك انقتل، انت غفرت، شيلون كلهم هالسياسة. أضعف المخلوقات العنكبوتي خيمت على أقوى المخلوقات وإجت الحمامة بعضيت. وخاف أبو بكر وقعد حد محمد يعني، قال له اللي جمعنا لحوي فينا، إحنا مش اثنين يا أبو بكر. وبخطبة الوداع بكي أبو بكر، قال له رح تقولها لا يتعدى اللسان والأذان. فإذا أي كتاب خير جليس ما عندكم يبعثوا لي إيميل ببعث لكم. كل الكتب اللي بتقروها صدقة، روحوا شوفوا مين جوعان، مين عطشان، مين عريان. ما تعطوا مصاري، ما تشحدوا. إجا واحد ماشي لعندي، ما بنساك يا حبيبي، أنا الساعة 4-5 الصبح هيك بقوم بمشي تشوف. قال لي لا بدي كتاب بس بردين، جيت على البيت جبت له حريم وكتاب، قلت له صرمية. قال لي لا بحب امشي حافة. إجا من هون لبقاع وهون عكار، إجا من عكار ما بعرف وين هي وين، إجا ماشي. قال لي شحطوا سوري مطرحي، بس هي السوري خيي وجاي أنا تشوف هالعلم اللي عندك. قلت له الكتاب ونايم كان. قلت له تعال عندي. قال لي لا الضيف تقيل يا حبيب قلبي. نعم نسيت اسمك هلا، راح من فكري. صوري رسم صورة أوشو الوراق، يحيى الوراق يا حبيبي. إذا بعدك بهالدنيا ومعنا تعا، وإذا أنا بعدني هون تطلع معي. يحيى الوراق رسم أوشو يا حبيب قلبي. واحدة تانية كمان بالقلم الرصاص، وقت تكون عندك عشق بفوت فيك هالعشق وبترسمه أنت خصوصي، اللي أنا بشوفك يا تيتا. بقول بس أنت ما بتشوفي، أنا البهلة. قلت لي أنا بشوفك من جوا، بشوفك بس تحكي عني بسمعك وبتبعت لي إيميلات، وهون كلنا منحبك وكلهم منحطهم بالكتب ومنقولهم دايما وكل شيء، ونكاتك المهضومة كمان. بس خلقة كاملة نعمي زايدة. مرة اجت ست لعندي من الجنوب ومعها ولد، قلت لها بدي كبه من الشباك، قالت لي كبي. قلت لها مش ولدك، قالت لي ايه. تشحد عليه كثير مشوه جسديا. وقالت لي هلا قالوا لنا انه بدهم يقشطونا اياهم. على ايام موسى الصدر كنا نلم الاولاد والكبار نحطهم ببيوت، والاولاد الصغار كمان نعلمهم ونهتم فيهم. وبعدين العفيف عسيران، مش الأب عفيف عسيران، أنا عندي حب لهالرجال. هني ثلاث أولاد بالمدرسة، قالوا أنا درزة بعمل مسيحي، وأنا مسيحي بعمل درزة، وأنا مسلم بعمل هيك. تغيروا ديانتهم ثلاثتهم. عفيف عسيران صار خوري، أبونا راهب يعني. أنا هونيك عند زكية اثنيناتنا، وهيك وبنتها لزكية صغيرة، وتقول أنا ما بحب الدين، أنا ما بحب كون هيك. ردت القرود اسمها محاسن، يا حبيبة قلبي يا محاسن، وأمها بعدها لهلا. محاسن بتروح بتشتغل بتنظف بيوت يا حبيبة قلبي من قلبها، وعندها بيت حد بيت الحاكم بالناروش. وإجت لهون على بلدها القماطية، قال خي شو بدك تشتريها هي؟ زاوية مطرح ثلاثة برمودا تخشيبة، أجمل بيت بلبنان. اثنين بيوت حلوة، واحد عند هي المجنون بدرية أوغست عبدو، والتاني هونيك بالقماطية. عمرته من ما يليك، حجر هون حجر هون حجر، أوضة أوضة أوضة. وقالت لي عم بتروح تعمل زيارات؟ قلت لها ما عم بشوف منك إيميلات ولا شيء. قالت لي عم بروح مطارح يلي عم بيعيشوا الناس بلا ميل.
يا حبيب قلبي، أنا بحب أطلب من أي وقف مسيحي درزي كاثوليكي أرثوذكسي اللي بدكني قدموا أرض على 20 سنة بس بتكفي، أو 10 سنين ما بعرف، أنت قد ما بدكم. ونحن كل واحد بيبني كوخه، بالكوخ ما في مي، ما في حمام، ما في شيء أبدا. منلتقى مرة مرتين بالجمعة بناكل مع بعضنا، بس أكثر شيء منعيش صمت العارفين. ما عرفنا نعيش نعرف الموت، وبحبوا يكونوا معنا اللي بنسميهم المعاقين، لأنه وقت اللي بيموتوا بيموتوا بفرح، بيعرفوا I'm going home تيتا، مش منشحد عليهم. ما بدي لكم كم مستشفى وكم مؤسسة إنسانية، بدي إنسان ما تشحدوا عليهم. إجت وحدة ست عندها 3 أولاد وهي طبيبة بمستشفى، والثلاثة معاقين والثلاثة صحوا عندي، صدقة حطيتهم بهيدي الأورجن بوكس، قلت لها غيري الأكل. قالوا لا، إذا بتجيبي صورة مريم نور بنشحطك. رجعت بنتها 9 سنين مع سرطان، قلت لها الأرض بترحمك مرة، كذبتي وقعدي بالمستشفى عم تعطي أدوية. فإذا ننتبه، رحمتك وسعت كل شيء. الكتاب خير جليس عندك، وانت السائل وانت المسؤول، وكلنا من روح الله، وكلنا عيال الله، وكلنا عائلة ملكية من مالك الملك.